كرئيسة وكمسيرة ديال هاد لو سونتر ما كرهناش مثلا هاد لو سونتر يكون ان لابوراتوار ديال لي زيدي اللي بداو يخرجوا من هنا. اي جمعيه مثلا في الجنوب تجيب اشكاليه نشتغلوا عليها، نجيبوا خبراء، نجيبوا هذا ونخرجوا ان تيست، لان دابا لو موديل اللي ولا ما بقاوش لي موديل الكبار ديال فكره ونزلها وراه غادي ينجح المخطط والاتفاقيات وسنين ودير، لا راه ولات تينك بيج اند ستارت سمول. راه سميتو الفيسبوك بدا فوسط الجامعه تجربه بسيطه. راه دوك الخوت في جوجل راه بلي ليغو بلي يو اس بي كانوا كيصاوبوا لا باز دو دوني الاولى اللي كانت عندهم. شكون اللي كان يقول بانهم غادي يوليو اكبر شركات في العالم دابا؟ دونك ومجموعه من التجارب. حنا بغينا مع المجتمع المدني بغيت انا عزيز نعيش ولا عبد الله نعيش تجارب ناجحه مع المجتمع. بغينا نمشيو للرباط في المغرب ونقدموا تجارب ناجحه، علما لا نمشيو للانترناسيونال ونقولوا راه حنا ساهمنا في هذه التجارب الناجحه، وحنا كمقاولة كأوسبي نفتخروا بأنه ساهمنا فيها. دونك هذا الشيء اللي قلتي ديال التدافع صحيح، ما هناش راه البلاد كاملة كتبحث على نموذج تنموي، كان بزاف صراحة حنا كنحلوا في ايكول ديال الديجيتال وديال النميري باش ان على الاقل واحد 100 ديال الشباب والشابات ديال مدينه اسفي حتى هما يقراو لو نيميريك. كنتقاتلوا مع التعاونيات كما قلت لكم هذا الصباح باش يكون التصويت التضامني، كنتقاتلوا مع المجتمع المدني كما قلنا باش نخرجوا من 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 ذاك الانتظاريه الى المقاوله الاجتماعيه اللي مكوعدها. ولعل مجموعه من التجارب في العالم راه نجحوا، راه كاينين دي بلاتفورم اللي نجحوا في العالم. في فرنسا لقيت العام اللي فات واحد دو جون مشينا لان سونتر بحال هذا الشكل كي اكومباني الجمعيات، واحد جوج ديال الشباب داروا مبادره بسيطه بحال لي زافريكان اللي كيمشيو يسعوا في لي فروج، داروا معاهم واحد لو بروجي ديال كيفاش يخلقوا مقاولات. هذوك الناس جاوا من بلادهم، كاين فيهم طبيب، كاين فيهم مهندس، كاين اللي عنده الباك، كاين عنده دي قاري اللي كيعرف الكوميرس، استطاعوا انهم من تبعوا 20 خلقوا 10 ديال 10 منهم خلقوا مقاولات كيشغلوا ولا كيشغلوا في باري وسط باري ولا هما كيشغلوا. اليوم الدولة تتعطيك ميزانية ملي ما تتوصلش في مستوى التنفيذ ديال الميزانية حتى 40% وتيبقى الفائض ديالك، بمعنى كاين مشكل حقيقي اليوم. المغرب كيعيش في واحد الموقع جيوبوليتيك، زعما ولا ما بقيناش. المغرب تيتموقع اليوم على مستوى القاري في افريقيا، وتيتموقع على مستوى الدولي كدوله صاعده بي ايمرجون. مي راه كنبقى وحنا راه الاشاره راه ما فاضينش السي مصطفى على شي حد سميتو الريتم ديالنا التدافع كاين. كنتقاتلوا يا سي مصطفى تفتحت لينا المجال، بغينا نديروا شي حاجه. ما كرهتش من غدا ندير شي نجاح نعلق فيه الكرا، ما نكذبش عليك. ما كرهتش ان شي جمعيه نخرجوا بشي مبادره جديده وفيها الانانيه ديالي، زعما راه ماشي يكون واضح فيها حتى انا نكون مشارك فيها، ما كرهتش نشارك فيها. ولكن هاد التدافع هذا ضروري غادي نخرجوا، غادي نغلطوا، وراه اللي ما كيخدمش ما كيغلطش، غادي نرتكبوا اخطاء، غادي ناكلوا العصا من السياسيين ويقول لك هذا علاش كديروا، علاش ما كتخدموش مع هادو، علاش ما كديروش مع هادو، الجمعيات واحد كتخدم مع وحده وتغضب 10، المدارس كتخدم مع واحد المدير ويغضبوا عليك 10. ولكن والله خاصنا شويه ديال الوقت واتساع ديال الخاطر
وراه غير كتهز الاشكاليه وراه معنا رئيسه ديال الجمعيه ديال الاعاقه راه كنشتغلوا مع ثلاثه ومغربيين 10 ولا 15. وفي هذا السياق انا في هذا السياق تنقرا التدخل ديال لوسيبي كمؤسسه اقتصاديه كفاعل معني بالفرص ديال التنميه. انا في هذا السياق تنقرا تنقراش عزيز تنقرا الكونتكست اللي فيه المغرب وشنو نطلب من لي زوبيراتور ايكونوميك يلعبوا، شنو نطلب من الجماعات الترابيه، شنو نطلب من الفاعلين، شنو نطلب من المجتمع المدني يعمل. حيت هادي واحد الثوره هادئه باش غدا نحولوا بلادنا من واحد الوضع لوضع جديد وضع متقدم باش في هاد المؤشرات ديال الامم المتحده فعلا نصبحوا في ايمرجون كيف عاشت الورفه. دونك لو كونتكست سيري لا انا تنفهمو بهذه الطريقه تنفهم بانه اسفي نقطه من التراب المغربي من حقها حتى هي تعيش زمن التنافسيه زمن الحداثه زمن التقدم تبان فيها مؤشرات ديال الرفاهيه الاجتماعيه تبان فيها مؤشر ديال التقدم. وطبعا هذا التقدم ما يمكنش فاعل وحيد يشتغل عليه سواء دوله بوحدها ما يمكنش جماعه ترابيه ما يمكنش فاعل اقتصادي بوحده في غياب مجتمع مدني ما يمكنش. اذا الديناميه اللي خصها تكون هي ديناميه تفاعليه راه واخا الجماعه ما تتشاور مع حد ولكن راه تدير شي حاجه.